أزيد من 12 مليون قنطار من التمور تنتجها الجزائر سنوياً، إنتاج يقابله تخوف المنتجين من مواجهة صعوبات في التخزين في ظل ضعف شبكة التصدير والتسويق بالكمية المطلوبة. القوانين الجزائرية كتعاود تصدر أي منتوج إلى الخارج لازمك تصدره باسم الزبون. الزبون في أوروبا عرفوا القوانين الجزائرية ولا يتحايلوا علينا بالقوانين الجزائرية. اقترحنا على معالي وزير التجارة ومعالي وزير أيضا الفلاحة في الإنعاش الاقتصادي الأخير، قلت لهم حابين ننجحوا لازم نديروا قواعد تجارية، قواعد تجارية واحدة في أوروبا واحدة في إفريقيا واحدة في آسيا. شو شمبر فروان، هذا الخلل اللي راه يخلي كما قلت الإنتاج تاعنا يا يفسد يا يخرج البلدان واحدة أخرى مجاورة بأسوأ زهيدة. الصناعة التحويلية للتمور من شأنها هي الأخرى أن تدر أرباحا بالعملة الصعبة بالنظر لمشتقاتها ومدى فعاليتها الصناعية. هذا ما أكده المشاركون في الصالون المخصص للتمور سيدابتك بالجزائر. نواة التمر كيت عندها فالور مليح دخلنا في الويل اللي كستريد الويل تاعها. الويل تاعها هذا عنده قيمة ما شاء الله صحية أو غذائية وموجه إلى قطاعات، ثلاث قطاعات أو أربع حساسة في الاندستري، الصناعة الاستراتيجية اللي هي قطاع مواد التجميل، قطاع الصناعة الدوائية، وقطاع لاكرو اليمونتير الغذائي. 18 مليون نخلة تحصيها الجزائر، رقم يجعل من الضروري إيجاد استراتيجية فعالة لتطوير ليس فقط الإنتاج بل تفعيل شبكة متينة لتسويق أكثر للتمور، خاصة وأن نوعيتها معترف بها عالمياً.